بنات كتير بتشتكي ان واحد اتقدم لهم وخرج معاهم مرة واثنين وكان معجب بيها جدا، وفجأة وبدون اسباب اختفى، ولما جم سألوا عنه اكتشفوا ان هذا الشخص قرر ده مع اكتر من واحدة. هو بيروح يتقدم ويقعد مع هذه الفتاة واسرتها مرة اتنين تلاتة ويقعد يكلمها ويرغوا مع بعض، وفجأة من غير اي حاجة يمشي وما يكملش الموضوع من غير اي يعني اجراءات او خطوات بقى ايه يعني جدية نحو الزواج. طيب هل في علامات بتكشف لنا ان لا الشخص دوت كده زي ريد فلاجز، بنقول لا خدي بالك الشخص دوت هيمشي ويسيبك، وايه الاسباب اللي بتخلي هذا الرجل يتصرف بالطريقة دي؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة من خلطة مشاعر. الراجل اللي بيقعد يتقدم لأكتر من واحدة ومن غير أي سبب يقعد معاها ومع أسرتها ويتكلم ومن غير أي حاجة فركش ويبعد ويروح يشوف واحدة تانية ويقرر نفس الحاجة من غير وهو في نفسه ما يبقاش مرتاح، ده رجل غير ناضج عاطفيا. بمنتهى الصراحة هذا الشخص غير مستقر ولا يصلح للارتباط. طيب في علامات تدل على ان الشخص دوت غير مستقر عاطفيا، ولما حد يتقدم له واحد لو ظهرت عليه هذه العلامات ياخدها من قصرها ويبقى متوقع ان الموضوع هيتفركش فيبعد هو؟ في حتة علامات. اولا هذا الرجل لما تيجي تسأليه هتعمل ايه في اجازتك، هتعمل ايه في شغلك، ناوي على ايه في الموضوع الفلاني، هتلاقيه دايما بيتوه الاجابات. ربنا يسهلها، لما نشوف، والله لسه ما قررتش، كله بقى على حسب تسهيل ربنا. كل حاجة على حسب تسهيل ربنا وكلنا في ايد ربنا وكل حاجة، لكن بنبقى دايما حاطين خطة هنعمل كذا او ناويين على كذا وبنقول ان شاء الله ربنا يسهلها لنا والموضوع ده يتم، لكن هذا الشخص بيبقى فعلا هو نفسه مش عارف هو عايز ايه، فبالتالي هتلاقيه دايما حياته بلا خطة وهتلاقيه بيتوه الماضي. هتلاقيه متقلب الحالة المزاجية، يوم مبسوط قوي 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 من غير اي سبب يستدعي هذا كم من الانبساط، وتاني يوم زعلان قوي قوي برضو من غير اي سبب يستدعي هذا كم من الحزن. هتلاقيه دائما يخلف وعوده، يعني يوعدك بحاجات كتير قوي واحلام مرضية وتبقى سعيدة جدا معاه، وفجأة تلاقي كل الكلام دوت اختلف ومفيش اي وعد تنفذ من هذه الوعود. كمان هذا الرجل عادة بيبقى غير مخلص في علاقاته العاطفية لأنه فعليا غير ناضج، فبالتالي ما بيبقاش عارف هو عايز ايه ولا مستقر على حاجة معينة ولا يعرف الحب من الأساس. دي أبرز العلامات اللي ممكن أي بنت تلاحظها، أو على الأقل لو بأسئلة بسيطة سألته مثلا عن خططه المستقبلية، هو ناوي على ايه، عادت عليه مثلا نفس السؤال أكتر من مرة، هتلاقي إجابات مختلفة في كل مرة. ده بيبقى اختبار بسيط قوي ممكن تلاحظي فيه إذا كان هذا الشخص ناضج عاطفيا ولا لا. لو لاحظتي ده يبقى أنا هقولك اهربي انتي، لأن كده كده لو ما هربتيش هو اللي هيهرب وهتتسابي. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة من خلطة مشاعر، يا رب أكون أفدتكم. أشوفكم الأسبوع الجاي في موضوع جديد وحلقة جديدة وخلطة مشاعر.